التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي: ياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، نصير زراوي، سفيان أمرابط، نايف أكرد، غانم سايس، حكيم زياش، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، سفيان بوفال، ويوسف النصيري. هذه هي التشكيلة التي أعطاها مدرب المنتخب المغربي الركراكي وليد أمام في مواجهة مع المنتخب الإسباني، فحظ موفق للمنتخب المغربي ونتمنى تأهله لدور الربع. فمزيدا من التألق والحماس للمنتخب المغربي وحظ موفق.